السعودية تعلن مباغتة المغتربين وملاحقتهم في المحلات بالسعودية لسبب صادم وغير متوقع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كشف تقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية عن ملاحقة هذه الفئة من المواطنين العاملين بهذه المهن وتوطين عدد من المهن الجديدة ومنع الوافدين من العمل بها. ويشمل القرار مهن يعمل بها عدد كبير من المغتربين والوافدين إلى المملكة. وأوضحت الصحيفة أن قرارات سعودة المهن الجديدة سيتم تطبيقها على مراحل. وأعلنت وزارة الموارد البشرية توطين مهن إدارة المشاريع ومهن المشتريات والمبيعات ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل. وشمل توطين مهن إدارة المشاريع مدير إدارة المشاريع وأخصائي إدارة مشاريع، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين: المرحلة الأولى بنسبة 35% والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال. كما تم توطين مهن المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات. وتشمل مهن المشتريات مدير مشتريات ومندوب مشتريات مدير عقود وأخصائي توريد العلامة التجارية الخاصة وأخصائي مناقصات، فيما تشمل مهن المبيعات مدير مبيعات مدير المبيعات الداخلية خدمات الزبائن أخصائي براءة الاختراع خبير مبيعات تسويق بائع آلات طابعة واستنساخ بائع حاسبات مندوب مبيعات مدير مبيعات تجزئة مدير مبيعات جملة أخصائي تجاري وأخصائي مبيعات. كما تم توطين 14 نشاطا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.